السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 14 في سلسله فيديوهات فرار الانتاج. ظاهره غريبه ظهرت معانا النهارده ومشكله باينه، وهنحاول نجتهد فيها ونحط لها علاج ونشوف رد فعل النبات معانا ان شاء الله. في فيديو ثاني هنشوف رد فعل النبات معانا، ومن هنا لحد ما نشوف النتيجه بتاعتنا احنا هنعرض الفيديو، ونفسنا يبقى فيه مشاركات معانا وتبادل اراء، ويعني ايه نستفيد من خبرات بعض وكل واحد يقول اللي عنده. ايه الظاهره اللي عندي؟ لو بصينا هنا كده للنبات اللي عندي دوت اهوت، لو بصيت للسطح السفلي بتاع الورقه اللي عندي دوت هنا كده، بصوا كده هنا، بصوا كده، دي ظاهره موجوده عندي هنا اهو، موجوده بكسره خالص، موجوده جامده خالص على السطح السفلي بتاع الورقه. بصوا كده هنا اهي باينه خالص اهي، بحاول اقربها اهي، بصوا كده ادي السطح السفلي بتاع الورقه اهو، ده هو حاول برضو اهو دور انا بقطعه اهو، دي كده اهو، دي حاجات سمراء على السطح السفلي بتاع الورقه، وجايه معايا اهو لو انا دققت جامد اهو، وجايه كمان موجود معايا على الخرطوم. لو دققنا على الخرطوم اهو، ده الخرطوم بتاعنا اهو، نفس المشكله ديت موجوده على الخرطوم الرش بتاعنا، وموجوده على سطح التربه تحت. يبقى انا عندي كده اصابات اهيت اهي، بنوضحها تاني اهي، موجوده بكثافه جامده خالص اهو، موجوده خالص بطريقه ملفته خالص، وهكذا الوضع بتاعي اهو كده. نتبادل بقى الاراء ونشوف ايه بقى تشخيصنا، ونشوف فيه ايه وهنعالج بايه وهنحط ايه والنتيجه هتبقى ايه. هنعمل فيديو تاني ونشوف ايه نتيجه النبات معانا. دي ظاهره عامه كده موجوده بكثافه خالص اهي، النباتات اهي معايا اهي، النباتات اهيت اهو، موجوده على السطح العلوي والسفلي، ده سطح علوي اهو، وده سطح سفلي تاني جنبه اهو، احطهم جنب بعض اهو، يبقى عندي سطح علوي موجوده اهي الظاهره عليه، وده سطح سفلي موجوده بكثافه خالص، موجوده على سطح التربه تحت. لو دققنا شويه في سطح التربه، موجوده على سطح التربه وموجوده معايا الخرطوم. فبنقول ايه بقى دلوقتي؟ دي مشكله دلوقتي ظهرت معانا في الارض اللي احنا فيها دي، مشكله جامده وملفته، ومع ان انا جنبي برسيم صغير ما فيش اصابات فيه خالص، الحشيشه اللي جنبي دي ما فيش اصابات فيها خالص، يعني فراوله عاديه ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. طبعا لما دققنا وفحتنا في التربه تحت لقينا في دبور احمر. طب انا دبور الاحمر الاثر بتاعه عندي هو بيقرط فوق معايا في سطح الورقه، طب هل هو ليه شريك في حاجه من هذه الظاهره؟ هل دي مثلا نقول البوادات بتاعته؟ هل ايه الوضع؟ احنا نجتهد بقى ونسمع اراء حضراتكم، واحنا هنعمل برنامج علاج هنا، وهنشوف بعد كده رد الفعل، وهنعمل فيديو في نفس المكان ونشوف رد الفعل. قولنا من على الفيس من فضلك اعمل لايك، ولو بتتابعنا من على اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه، كان معكم اشرف الدوله التواصل، وتابع 0147 86 1 9 6. شكرا، افصل.